أهلاً بكل متابعين بوابة الأهرام. في الفيديو ده هنتكلم عن التوقعات الفلكية خلال سنة 2022، وهنشوف تأثيرها على مواليد برج السرطان خلال السنة دي. وأشوف إنه مواليد السرطان السنة دي بالنسبة لكم هي سنة اليقظة والإلهام. هتكون عندكم، أنتوا أصلاً ملهمين بالفطرة، بس كمان هيكون عندكم كل الفلك بيعمل لصالحكم انكم تكونوا ملهمين اكتر بالافكار المربحة. فلو بصينا مبدئيا على الناحية العاطفية، هنلاقي انه بس الفترة الاولانية من السنة ممكن يكون فيها شوية خلافات لو انتم مرتبطين، فنصيحتي ليكم ما تتسرعوش في اي قرارات مصيرية لغاية يوم 6 مارس. الفترة دي من أول السنة لغاية يوم 6 مارس الكواكب في مواجهتكم، وخصوصا فينوس اللي هو كوكب الحب، وبالتالي ممكن ده يخليكم عندكم حالة تمرد أو بتزعلوا بسرعة. فحاولوا أنكم تتأنوا جدا في قراراتكم سواء كنتم متجوزين أو مرتبطين، فحاولوا تكونوا متسامحين أكتر وصبورين أكتر بس لغاية 6 مارس. من أول بقى 6 مارس هيبدأ يبقى عندكم تفاهم وتوافق أفضل مع الطرف الآخر. لو أنتم مش مرتبطين، بشوف أنه من أول السنة لغاية 6 مارس ده وقت يعني مش مناسب قوي في اتخاذ القرارات بالارتباط. ادرسوا براحتكم واصبروا لغاية 6 مارس، الرؤية هتكون أوضح بالنسبة لكم إن شاء الله. هيكون عندكم في الوقت ده طاقة عاطفية أكتر. بشوف انه كمان هيكون عندكم حظ في السفر. ابتداء من يوم 6 مارس يبدأ يبقى عندكم حظ في السفر، وممكن يبقى فيه ارتباط كمان من خلال سفر، فما ترفضوش اي يعني فرص للسفر ابتداء من 6 مارس بالذات. يعني بالنسبة للشغل بقى، الحظ بيحالفكم جدا السنة دي. من أول السنة المشتري في منزل الحظ، يعني كوكب الحظ في منزل الحظ، يعني الحظ إن شاء الله مضاعف بالنسبة لكم لغاية 10 مايو. الحظ بيحالفكم في السفر في الشغل، ممكن تظهر لكم فرص كتير إنكم تسافروا، ممكن يبقى كمان ده وقت مناسب لو عايزين تعملوا انترفيو في شغل مع جهات في الخارج. يعني من أول السنة لغاية 10 مايو ده وقت حلو في انكم تعملوا انترفيو مع جهات في الخارج. في كمان وقت تاني حلو للانترفيوز، مش بس في اول السنة، لا المشتري بيرجع تاني للوضع الداعم من اول 28 اكتوبر لغاية 20 ديسمبر. في الوقت ده هيكون عندكم فرص جديدة برضو، انكم لو فاتت الفترة الاولانية وما كنتوش موفقين برضو في اخر السنة في وقت كويس جدا ليكم. مهم بس انه في اخر السنة ابتداء من يوم 20/8 او 20 اغسطس انكم تبدأوا تاخدوا بالكم، ما تتكلموش كتير عن خططكم وافكاركم، حاولوا تحافظوا على الكتمان ابتداء من 20 أغسطس لغاية آخر السنة عشان تعرفوا تستفيدوا بأوقات الحظ اللي احنا قلناها. بس كمان لازم تكونوا منتبهين من أول 11، يعني احنا قلنا الكتمان من أول 20/8، لكن من أول 11/5 لغاية 30 أكتوبر لازم تكونوا، أو لغاية 28 أكتوبر تكونوا حذرين جداً في الشغل، تحموا نفسكم من اي مكائد او تحموا نفسكم من ان حد عايز يوقعكم في اخطاء، فتحاولوا تكونوا مركزين اكتر في شغلكم من اول 11/5. يعني غالبا تكونوا حققتوا نجاحات فيبقى في غيرة منكم والله اعلم، لكن تبدأوا تكونوا حذرين من اول 11/5 لغاية 28 اكتوبر. دي النصايح كلها لا اقدر اقولها لكم، وان شاء الله السنه كلها وان شاء الله السنه كلها تكون حلوه، وكل سنه وانتم طيبين.